جنتي إذا تجم إن شاء الله. سوف أتحدث بإسهاب عن الجنة. يقول يسخرون، فالله تعالى يقول فيسخرون منهم سخر الله منهم. كل شيء يخلق جملة واحدة، بعض الناس لا يقدرون على إدراك ذلك. هو يعتقد أنه يسخر ويستهزئ بواسطة إرادته الحرة، والحال أن الله تعالى هو الذي خلقهما معا، خلق الإنسان وخلق إرادته. قال الله عز وجل على لسان نوح مخاطبا قومه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا يحدث، تصيبه الدهشة والعجب، ويعتقد أنه هو من فعل ذلك. الصبر على سخريتهم جزء من العبادة، فهم يستهزئون، وبالرغم من ذلك تصر على مواصلة الشرح والبيان، وبذلك يعظم أجرك. هذا جزء من العبادة، إذا لم يسخروا منك فإن أجرك وثوابك فيما تقول يكون أقل، لكن سخريتهم ترتد عليهم ولن يقدروا على ما فعلوا بغير إرادة الله. هذا قدرهم، هم يستهزئون لأن الله أراد ذلك، وهذا يعرفونه، وسوف أشرح ذلك أيضا. أمر آجر. أستاذي، رسول الله كان يدعو إلى الدين الحق وهم يستهزئون به. الآيات القرآنية تتحدث كثيرا عن هذا الأمر، وهم حتما يسخرون. الله تعالى هكذا خلق، خلقهما معا. أحد المواقع نشر أحاديثي وتمت السخرية منها في أثناء الخبر، لقد رأيت ذلك بنفسي. وطبعا السبب هو أنهم لأول مرة يطلعون على هذه المعلومات ودهشوا، لأن عقولهم لم تقدر على استيعابها. كانت هذه معلومات يسمعونها لأول مرة، هذا رد فعلهم بعد الصدمة الأولى، ثم شرعوا في السخرية. هذا يحدث بفعل القبول والتأثر في أول وهلة، فعلوا ذلك لأن الله تعالى أراد ذلك، وهذا من مقتضيات العبادة، وسوف أشرح لهم هذا الموضوع كذلك. الله تعالى يقول سيريكم آياته فتعرفونها. نعم بالطبع، سيريكم آياته فتعرفونها، هذا ما قاله الله تعالى. إن شاء الله أستاذي. أجل.